وما تخافش على الاهلي، طول ما الاهلي عنده مسؤولين بهذا الحرص الشديد من الاداء والانجاز والمسؤوليه، وكمان عنده جمهور بهذا الشغف وهذا الحب وهذا الانتماء للنادي الاهلي العظيم. لكن يبقى هناك كلام كثير في الغربال، الفريضة الغائبة في الرياضة المصرية. احترام القانون فرض، فرض عين كمان مش فرض كفاية، وتنفيذه فرض. في الرياضة المصرية الحقيقة ناس كتيرة تتكلم على أمور بره نطاق القانون، رغم وجود القانون وجود اللوائح المكملة والمنفذة والشارحة للقانون، لكن للأسف كل الخلل اللي موجود نتيجة هذه الفريضة الغائبة يا باشمهندس. كله يتكلم على القانون ومحدش بيحترمه. ويكلموك ايه؟ عايزين نغير القوانين، يا اخي طبق الموجود. طبق الموجود. انت عمال وتكتشف كل اللي بيطالبوا بيه موجود في اللوائح والقانون. موجود طبعا. انما طول ما طريقة الدفاتر دفاترنا. ايوه. وماشيين بالطريقة دي ومين هيحاسبنا؟ هي دي. هو اللي بيحاسبني داخل معايا في الجيب. يعني اما تلاقي اللجنة الأولمبية بتبعت جواب إذا كان هذا حقيقي يقول لهم مشوا مدرب ما شافوهوش في محك يستدعي حاجة غريبة جدا. يعني أنا أول مرة أشوفها الحقيقة لما سمعت الكلام ده منك في المكالمة اللي عملتها قبل ما نخش البرنامج استغربت جدا. وعايزين نستوثق منها برضو من اللجنة الأولمبية إيه ملابسات عشان نفهمها، يعني عشان برضو ما نكونش ظالمين، الله أعلم. طيب الأستاذ حسن المستكاوي ومعاه الدكتور طه إسماعيل كانوا في حلقة على اون تايم سبورتس، كانوا مهتمين جدا والناس بتتكلمهم على الاجواء والدنيا والمصالحات والحكايه، اتكلموا الحقيقه بوضوح شديد على هذه الفريضه الغائبه، القانون وليه ما بيتطبقش. نشوف راي الشيخ طه اسماعيل. قد ايه قوانين ما تنفذ البلد، سوري في التعبير، يعني في الرياضه وفي بعض الاحكام. قوانين موجوده لكن لا تنفذ، ولو فيها احكام لا تنفذ. طب وبعدين لابد من تنفيذ القانون. يعني ما انجلترا كان فيه شغب دايما في الملاعب وعملوا كاميرات وبتاع، بقى بيجيبوا لاي واحد بيروحوا جايبينه وينفذوا عليه. صحيح. قفل خلاص، ما عادش فيه التفعيل المطلوب. التفعيل. انما النهارده لما ما فيش اي قوانين بتطبق. يعني طب ازاي؟ ولو هناك قوانين واحكام لا تطبق، طب وبعدين؟ يبقى كل الكلام انت بتتكلم كلام في النهايه، لأن العدل مطلوب، والعدل هو أساسه تنفيذ القوانين اللي بتؤدي إلى الحكمة، وأن الأمور تمشي بشكل جيد، وأن كل واحد ياخد حقه، والمخطئ ياخد جزاؤه، والمثيب ياخد مكافئته، كل دي مش موجودة. فطب بعدين؟ القانون يا سادة ليست وجهة نظر، ليس وجهة نظر. القانون أحكامه بتحكم أمور محددة جدا، واحنا اللي بنخلق بنحولها من امور محدده الى وجهه نظر يا استاذ ابراهيم. الحقيقه كلام الدكتور طه واضح جدا، وكلام عن حكمه، يعني عن حد معاصر الحركه الرياضيه بكل تفاصيلها ومشاكلها في ال 50 60 سنه اللي فاتوا، ولذلك بيتكلم على انه القوانين موجوده. لو عايز تصلح حال الرياضه القوانين موجوده، اي خلل بيحصل في قانون بيواجهه، في لوائح بتنظمه. بس هو كمان مندهش زي حالاتنا بالظبط، هو ليه ما بيتطبقش؟ ليه القانون ما بيتطبقش؟ ولما نسأل احنا ليه متخلفين رياضيا، يجي الرد من الاستاذ حسن المستكاوي لو عايزين نتقدم. بس انا عايز اتوقف عند كلمه متخلفين. هو طبعا متخلفين بالنسبه لمكانتنا وقدرنا. طبعا هيجي واحد يقول لك ما احنا بنكسب هنا طفرات. احنا مكانه مصر يا جماعه ما ينفعش كاس العالم هيتلعب وهي مش موجوده الا بالصدفه كل 10 ل 15 سنه. احنا مكانه مصر ان احنا نبقى عندنا ابطال اولمبيين وعالميين في كل اللعبات ومستمرين. لو عايزين نتقدم نهضه الامم عموما، الاستاذ حسن المستكاوي اشترطها في اللي قاله. تاريخ الانسانيه كله، يعني كل الحضارات، كل الناس اتقدمت نهضه الامم كلها بدأت من الأخلاق والقانون. قانون صارم جدا. أوروبا في القرن ال 18 كانت كلها بتحارب بعض وكلها بتكره بعض. سيستم في الشبر في أوروبا ما كانش بيخانق بعضه.
لكن لما ابتدت الناس تتفكر وتبتدي تتطور وتبتدي النهضه بدات بالتفكير وبالقوانين. هو ده من غير لما تبقى في بص في التاريخ كله لا يوجد اي اصلاح في التاريخ، مش في الدوري المصري بس، أيوة في مفهوم. التاريخ صحيح بتكلم، هو في التاريخ الا بالقانون. احيانا القانون بيبقى صارم جدا. مساله بسيطه جدا نبسطها بقى عشان ما نحيرش الناس. انا بشوف ان اللوائح لجنه المسابقات لازم تتغير ماشي مبدئيا، لازم اللعيبه والاداريين وكله يتحاسب. انا بشوف كمان ان حكايه الطبطبه دي ما تنفعش. لما تبقى الفوضى زايده لا يمكن يبقى فيه حل بالطبطبه، صحيح. ولا بالنصح ولا بالندوات ولا تعالى نعمل لا، لازم اجراءات. الاجراءات دي هي الحل الوحيد، واجراءات صارمه وحاسمه فيها العدل والمساواه. هو ده على كل الانديه وعلى كل اللعيبه وعلى كل الاداريين وكل المدربين. القانون وتطبيق القانون صانع الحركات وحركات التطوير عبر التاريخ في كل المجالات. الإصلاح لا يأتي بالطبطبة ولا بالتنظير ولكن بالإجراءات. كلام يعني ما فيش أوضح من كده وأدق من كده وأسهل من كده، ولكن السهل لا يطبق. والحقيقة الأستاذ حسن كمان بيتكلم على أنه طب ما أنت عندك لوائح لما بتفرضها الامر هيستقيم. بالمناسبه الدوري التونسي اتاجل افتتاحه ليه؟ رئيس النادي الافريقي موقوف من حضور المباريات، بيلعب مباراه في نهايه الموسم اللي فات مع احد الانديه اللي هبطت، النادي ده خسر من الافريقي، فرفع دعوه بيقول فيها انه رئيس الافريقي حضر وما كان يجب ان يحضر قانونا. الاتحاد التونسي ما ادالوش حقه، راح للمحكمه خد حكم ورجع الدوري بالثلاث نقط. يا عيني يا عيني على القانون وجماله، لمجرد انه رئيس نادي موقوف حضر مباراه مش من حقه، رجع بحكم القانون وتم انفاذ القانون. الله ورجع يزعل يا استاذ ابراهيم، رجع هذا الفريق للدوري الممتاز وحطهم في حيص بيص لغايه دلوقتي. الاتحاد التونسي مش عارف يبدا الدوري امتى، لان هم الدوري بتاعهم من مجموعتين، ففي مجموعه هتبقى زوج ومجموعه فردي، بس هيطبق. نرجع تاني، هل القانون وجهة نظر لماذا لا يطبق كل شيء عشان يتظبط كل شيء؟ مسألة كانت سهلة جدا، اللي بيتجاوز بس لما يلاقي حد يصحح له، لكن لما ما يلاقيش حد يصحح له ما يتجاوز على مزاجه.